تميم يحمل أكاذيبه إلى ميونخ، يتهم الجيران بالطمع. To weather the storms of aggression from larger, ambitious neighbors. بينما دفعت قطر مليارات لتدمير ليبيا وسرقة نفطها. احتياط النفط الليبي يصل إلى 74 مليار برميل، والغاز إلى 177 تريليون قدم مكعب. واضح الأسباب اللي حكومة قطر حاولت تستحوذ على هذه الثروة الهائلة. وخربت سوريا لتمد خط الغاز القطري إلى أوروبا. قطر وجدت في حمص وسيلتها للوصول إلى أوروبا من خلال خط ينطلق من الأراضي القطرية ويمر عبر السعودية ثم الأردن وصولا إلى حمص صعودا إلى تركيا ليبدأ الضخ في أوروبا. وعلى منصة ميونخ يدافع تميم عن التطرف. Attributing violent terrorism to extremist ideologies, it's too simplistic.